شغلي كبرت يا مولاي كتير وشغلت لي بالي. معقولة هالقصة هاي رح بتسبب بقتلي؟ جرسنا بين الجيران، بلدنا أنظف مطرح كان. مش من هلأ، من زمان. كيف صارت مزرعة ستان بشعة ومكب زبالة؟ جابوا شركة بعد الحرب تتشيل زبالة من الدرب، راحت كبتهن عالشط. معقول نكفي بهالخط؟ وقفناها على أساس اكتشفنا بتشغيل الراس إنه الشركة المذكورة عم تسرق أموال الناس. صارت قصة كبيرة كتير، بقيت الزبالة قناطير، ريحة وأمراض وتعتير. وطلعنا على CNN ودبكت ما بين الإخوان، ولولا شوية كانت حرب ولعت بمزرعة ستان. حاسس حالي كتير غضبان، كتير غضبان. وين نبهان؟ 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 نعم يا مولاي. شو هالقصة يا نبهان؟ معقولة من بعد سنين نبقى هيك مختلفين؟ ما نلاقي حل تنكب زبالتنا بمزرعة ستان؟ انت أدرى يا مولاي كيف بتصير الخبرية. القصة يا قصة توزيع الحصة يا إما طائفية. ما بيستحوا المسؤولين، دمي فاير عم بيغلي. معقولي دخلتوا الدين حتى بهيدي الشغلة؟ سمعت عن هيدي الشركات بتاخد منا زبالتنا وبتدفع حقها عملات صعبة لخزينتنا. يعني في شركة عن جد بتدفع حق زبالتنا؟ شو ما دفعت هي منيح أحسن ما ندفع نحن. يا ريت بيردوا، يا ريت، تبهدلنا وصرنا جرصة. انت أدرى يا مولاي، الحل بمقدار الحصة. مش معقول نكفي هيك، زعران وبدن خوة. ما في شغلة بتمشي هون إلا ما ندفع رشوة. مش رح أرضى بهالأحوال، رح مشيها بالقوة. يا حامي مزرعة ستان، كل الناس عيون عليك. يعني بهالوضع الخربان مش معقول نكفي هيك. وقاف وخبوط بإجريك أحسن ما بكره هالناس، مطرح ما كبيناهن يقوموا هن يكبونا.